هذه تمارين ممكن اسويها بالمكتب وانت جالس. اول تمرين ممكن اسويه احاول اني ارجع يديني للخلف زي ما انتم شايفين، واحاول اثبت 5 إلى 10 ثواني واريح، 5 إلى 10 ثواني واريح، ادخل لوحين الكتف للخلف كذا 10 مرات. تمرين ثاني حتى يدي عكس وارفع يدي واثبت 5 إلى 10 ثواني ونفس الشيء 5 إلى 10 ثواني واريح عشان ازيد مرونه الجبهه. التمرين الثالث احاول احط يدي على منطقه الراس الجانبيه وادفع واثبت 5 ثواني واريح، وجهه معاكسه 5 ثواني واريح، من الامام 5 ثواني واريح، من الخلف 5 ثواني واريح، واكررهم 10 مرات. راح تساعد على مرونه هذه العضله وتخفيف تشنجاتها وتقويتها. شكرا اخي. هلا وسهلا، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم. تساؤلات عند بعض الناس كثير، يقول لك الم الابهر وش سببه او وش اعراضه. كثير من الناس تعاني من منطقه الم الابهر اللي هو بين لوح الكتف والعمود الفقري، لكن تختلف في التشخيص. مو كل الم في هذا المكان دليل على انه مشكله في الابهر. بعض الحالات يكون مشكله بالكتف نفسه في اوتار الكتف، او قد يكون مشكله في فقرات العنقيه، مشكله ضغط العصب بس يصاحب له الم او تنمل او خدار في اليد، وقد ينتج عنه هذا العرض. ممكن تكون نفس العضلة اللي بين لوح الكتف والعمود الفقري. مهم جدا التشخيص لأنه يفرق في الخطة العلاجية. مو بكل مكان بهذا الألم نسميه أبهر. حدد تشخيصك تتحسن بأسرع وقت. أشوفكم على خير.